السلام عليكم. بهذا الفيديو رح نحكي عن chapter 63 من Guyton اللي هو Propulsion and Mixing of Food بالElementary Tract. إن شاء الله بهذا الفيديو رح أعتمد على Guyton وعلى أكيد حكي الدكتور وعلى كمان فيديو دكتور نجيب. إن شاء الله إنه رح أعمل الشرح على سلايدات الدكتور، طبعا مع تعديل طفيف على السلايدات مشان تكون شاملة لكل إشي. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. أول إشي بدنا نذكر بسرعة السيجمنتس تاعت الجي آي تراكت. في عنا أول إشي اللي هي الأورال كافيتي الماوث، بعديها بصير في عنا الفارينكس، بعديها الإسوفاغس ستومك سمول انتستنس، بعديها الكولون اللي هو اللارج انتستن، بعديها بصير في عنا الريكتوم، ومنه بصير الديفيكيشن. طبعا الفيديو هذا إنه كيف بشرح كيف رحلة الأكل من الماوث لحد ما يطلع من الجسم عن طريق الريكتوم. هلا كويك ريفيو بسرعة، بدنا نحكي عن التو تايبس اوف موفمنتس اللي بيصيروا بالجاسترو انتستينال تراكت. في عنا يا اما بروبولسيف موفمنت او في عنا الميكسينج موفمنت. هلا البروبولسيف موفمنت اللي هي بتخلي الاكل يمشي فورورد along the tract، يعني بتخلي الاكل يمشي من الماوث بالفارينكس والاسوفاجس ستومك سمول انتستين لارج انتستين لحد ما يوصل للريكتوم ويطلع عن طريق الانس. طبعا هاي لازم تكون الشغلة at an appropriate rate مشان يصير في عنا digestion والabsorption بشكل شامل، يعني انه مش لازم يكون كتير slow ولا لازم يكون كتير fast. تاني movement اللي هي mixing، اكيد احنا بنعرف كلياتنا انه ال GI في secretions، هاي secretions بتساعد على mixing of food digested food مشان يصير في عنا الabsorption كامل والتحطيم كامل لهذا الاكل، اللي هي بتخلي الانتستينال كونتنتس ثرولي ميكست ات اول تايمز. هلا في مصطلحين بدنا نعرف الفرق بينهم اللي هي الهنجر والابيتايت. الهنجر اللي هي الانترنسك ديزاير فور فود، يعني يكون الشخص جوعان ومش ماكل من فتره، بيكون مستعد ياكل اي شيء، فبصير في عنده هاي الانترنسك ديزاير فور فود. اما الابيتايت يعني انه someone is craving some a certain type of food، اللي هي انه زي ما بيحكوها عنه انه بتوحم، يعني بيكون نفسه باكله معينه، فهاي هي اللي بيسموها الابيتايت. طيب هلا الموتيليتي اللي رح نشرح عنهم اللي هي تشوينج والسوالوينج، اللي هي المضغ والبلع، بعديها الموتيليتي عبر الاسوفاجس والستومك والسمول انتستين واللارج انتستين. هلا اول عمليه رح نحكي عنها اللي هي عمليه المضغ تشوينج. طبعا احنا بنعرف انه تشوينج بيعتمد على الاسنان، بس في اهم شغله لازم نعرفها انه في عنا الانسايزرز وفي عنا المولرز. هلا الانسايزرز اللي هم الاسنان الاماميه، هذول اللي بيساعدوا انهم يعملوا لي سترونج كاتينج اكشن، يعني هم اللي بيقطعوا الاكل. اما المولرز اللي هم بمعنى اخر الطواحين هم اللي بيعملوا الجريندينج اكشن، يعني هم اللي بيعملوا عمليه الطحن. هلا كيف بتصير عمليه تشوينج؟ اول اشي الواحد لازم يعرف انه chewing هو voluntary و non-voluntary action. طيب كيف هي يعني voluntary و involuntary بنفس الوقت؟ هلا voluntary انت اول ما تحط اللقمة بتمك الواحد بيكون واعي على حاله انه عم يمضغ، فبيظل يمضغ، هاي initially بتكون كلياتها بشكل ارادي، بس بعدين بعد فترة قصيرة الواحد ممكن انه مثلا يروح يعمل اشي تاني، حتى لو ما راح عمل اشي تاني البرين بضله يعمل سيجنالز للسبكونشس مايند، والسبكونشس مايند هو اللي بتولى هاي العملية، يعني الشغلة بتصير لا ارادية. يعني اول ما الواحد يحط اللقمة بتمه بتكون هاي الشغلة ارادية، بيكون واعي على حاله انه بمضغ، اما بعديها لما بعد فترة قصيرة بصير السبكونشس هو اللي بتولى هاي العملية، فبتتحول للصورة اللا إرادية. يعني بمعنى آخر صحية بتصير صورة يعني لا إرادية، بس لازم نعرف شغلة إنه هي صح لا إرادية بهاي الحالة، بس إنه أنا بقدر أوقفها، يعني مش بالضرورة إنه خلص صارت لا إرادية يعني أنا ما بقدر أوقفها، لا، في عنا لا إرادي بقدر أوقفه وفي عنا لا إرادي ما بقدر أوقفه. اللا إرادي اللي بقدر أوقفه اللي هي زي العملية تشوينج بعد فترة قصيرة من لما أحط اللقمة
بتم. طيب الفولنتري اللي هي انا بتحكم فيها وانا ببعت سيجنالز للبرين، بس الانفولنتري الستيمولاي تاعها اللي هو بسميه التشوينج ريفلكس. طب ايش هو التشوينج ريفلكس؟ هلا احنا لما نحط الاكل بتمنا اول اشي بدنا نسكر التم. لما الواحد يسكر التم بصير عنا بزيد الضغط جوا الاورال كافيتي. هلا لما زاد الضغط في عنا ريسبتورز جوا الاورال كافيتي بتبعت سيجنال للبرين بتخلي المسلز تاعت الماستيكيشن انها يصير لها انهبيشن. لما اعمل انهبيشن لمسل معناته ايش راح يصير فيها؟ معناته راح ترتخي. هلا لما ارتخت هي خلت انه الفك كمان يرتخي، يعني صار في عنا جو دروبينج. طبعا ايش هم المسلز اللي بيعملوا لي كلوزنج للماوث اللي هم هلا ارتخوا؟ اللي هم التيمبوراليس والماسرة والميديال بيتريجويس. هذول المسلز اول ما حطيت اللقمة صار في عندهم انهيبيشن عن طريق السيجنالز اللي من الريسبتورز اللي بالاورال كافيتي، فارتخى الفك. هلا لما ارتخى الفك صار في عنا ستريتش ريفلكس. ستريتش ريفلكس هاي انه بتخلي المسلز تاعت الماستيكيشن انه يصير لها كونتراكشن اجين، يعني صار في عنا ريباوند كونتراكشن. يعني نلخصها بسرعة، اول اشي حطيت اللقمة بتمي، اول ما حطيتها صار في عندي انكريز بالاورال كافيتي بريشر. لما زاد البريشر جوا الاورال كافيتي انا خليت الريسبتورز تاعت الاورال كافيتي يوصلوا السيجنال للبرين، والبرين طلع لي انفورميشن انه يخلي انهيبيشن للمسلز اللي بتعمل كلوزنج للماوث اللي هم التيمبوراليس والماسر والميديال بيتريجويدز. هذول ارتخوا، لما ارتخوا نزل الفك، يعني صار في عندي ارتخاء بعضلات الفك ففتح التم. هلا لما رد فتح صار في عندي ستريتش ريفلكس. الستريتش ريفلكس هذا خلالي المسلز كمان يصير عندهم ريباوند كونتراكشن، فخلى الفك يرد يسكر مرة تانية. لما رد سكر صار في عنا انكريز بالاورال كافيتي بريشر، ونفس الاشي صار في عنا تشوينج ريفلكس. تشوينج ريفلكس خلى انه يصير في عندي ارتخاء بعضلات الفك وهكذا، وهاي الشغلة بتضلها يصير لها ريبيتيشن لحد ما يصير في عنا السوالوينج. هلا النيرفس كنترول تاع التشوينج اللي هي عن طريق most muscles of mastication بصير لهم الانرفيشن من الفيفث كرانيال نيرف اللي هو ترايجيمينال نيرف. هذول بصير لهم كنترولينج عن طريق النيوكليار بالبرين ستيم. الريفلكس ميكانيزم حكينا في عنا تو ريفلكسز اللي هي التشوينج ريفلكس والستريتش ريفلكس. اول اشي بحط الاكل بالتم، بعديها المسلز تاعت الماستيكيشن بصير لهم ريلاكسيشن، فالجو بنزل الفك بيرتخي فبنزل لتحت يعني بفتح التم. بعديها بصير فيه ستريتش ريفلكس لانه المسلز ارتخوا فصار الارتخاء كمان هو بيعمل ريفلكس، فصار في عنا ريباوند كونتراكشن، يعني ردوا صار في عندهم كونتراكشن. هذا الكونتراكشن خلى انه يزيد البريشر جوا الاورال كافيتي، فذس بوشز ذا فود اجينست اللايننج اوف ذا ماوث، وبتضل يعمل ريبيت لحد ما يصير في عنا عملية السوالوينج. هلا ايش هي الادفانتجز تاعت التشوينج؟ اول اشي انه بعمل بريكنج للسيلز، خاصة الاندايجستبل سليلوز. احنا كلياتنا بنعرف انه السليلوز ما بيصير له دايجستشن بالجي اي تراكت خاصة تاعت الهيومنز، خاصة تاعون الفروتس والرو فيجيتابلز. مشان هيك التشوينج is important for digestion of the fruits and raw vegetables، لأنه هدول هم اللي عندهم cellulose membranes حوالين nutrient portions تاعتهم اللي لازم يصير لهم breaking down بالأول قبل ما يصير لهم digestion بالalimentary tract، لأنه أصلاً ما بصير للcellulose. ثاني إشي لأنهم بزيدوا surface area، أكيد كل ما قطعت الشغلة أكتر بزيد surface area، ولما أزيد surface area رح أخلي enzyme activity يزيد، يعني enzyme activity accelerates، يعني انا بقلل البارتيكل سايز بس بنفس الوقت بعمل انكريز للسيرفيس اريا. وزي ما اخذنا بالبايوكيمال جنرال انه لما تزيد السيرفيس اريا الانزيم اكتيفيتي بتزيد. ثالث اشي انه بعمل ميكسينج للفود وذ سلايفا، اخذ من السلايفري جلاندز اللي اخذناهم السبلينجوال الباروتيد
كل هدول الجلاندز بيطلعوا السكريشنز تاعونهم على الاورال كافيتي مشان يعملوا لي ميكسينج اوف فود وذ سلايفا تحضيرا لانه يصير له دايجستشن بالاذر بارتس اوف ذا جي اي تراكت. هلا اول شيء انه ايش بيعملوا، انهم بيعملوا بيجينز ذا دايجستشن اوف ستارتشز يعني الكربوهيدرات، بصير اول شيء بصير لهم دايجستشن بالماوث عن طريق الانزيمز زي الالفا اميليز واللينجوال لايبيز. ثاني شيء انه بيعمل لوبريكيشن للفود فور سولوينج يعني بيساعد الفود على انه يعني يتزحلق لحد ما يوصل للمريء. واخر اشي اللي هي بس شغلة مش موجودة بالسلايدات اللي هي انه بمنع الاكسكورييشن او دامج اوف ذا ميوكوزا خاصة تاعت الاسوفاجس. كيف يعني؟ انه لو الواحد اكل اللقمة بدون ما يمضغها اكيد هذا رح يأذي الميوكوزا تاعت الاسوفاجس، ومرات بيحكوا انه اللقمة علقت بالمريء. هاي ممكن تعمل اكسكورييشن، اكسكورييشن يعني انها تعمل دامج لهاي الميوكوزا. بس الجريندينج اكشن والتشوينج اكشن تاعت التيث هو اللي بيساعد على انه يمنع هذا الدمج. هلا بعد ما خلصنا تشوينج راح يصير في عنا سولوينج اللي هو بسموه ديجلوتينيشن. ديجلوتينيشن هذا في له 3 ستيجز، واحدة اول واحدة اللي هي الفولنتري، ثاني اشي الفرنجيال، والثالثة الاسوفاجيال. هلا الفرنجيال والاسوفاجيال لازم نعرف انهم انفولنتري، والفولنتري اول واحدة اللي هي بتكون لساتها بالماوث كافيتي. هلا الفولنتري هاي ميدييتد باي سكيليتال ماسلز، في اشي لازم نعرفه انه السكيليتال ماسلز ميدييت الفولنتري موفمنت، اما السموث ماسلز ميدييت الانفولنتري موفمنت. هلا صح احنا حكينا بالاول عن التشوينج انه بصير في عنا يعني بالاول الواحد بيكون بيمضغ اللقمة، بعد ما يمضغها بصير عنده لاوعي، هذا اللاوعي بيكون لساته من السكيليتال ماسلز اللي حكينا عنها اللي هي انه مش كل اشي لا ارادي ممكن يكون ما اقدر اوقفه. وهاي نفس الحالة هون انه هو صح لا ارادي، هو صح انفولنتري، بس هو عن طريق السكيليتال ماسلز مشان هيك انا بقدر اوقفه. هلا نرجع لهون اللي هي عن طريق السولوينج. اول اشي صار في عنا الفولنتري اللي هي بتعمل انيشيتنج للبروسس، بعديها الفرنجيال اللي هي انه الفود بولس بيمشي من الفارينكس مشان يوصل للاسوفاجس، واخر واحدة اللي هي الاسوفاجيال انه الفود بولس من الفارينكس للستمك. هلا رح نحكي عن كل واحدة بالتفصيل. هلا اول اشي بدنا نحكي عنه اللي هي الفولنتري ستيج اوف سولوينج. كيف بتصير؟ هلا لما الفود يكون ريدي فور سولوينج يعني عملنا له تشوينج وخلصنا وصار في عليه السلايفا وصار انه سمول بارتيكليت وتحول لسمول بارتيكلز، بصير له فولنتيرلي سكويزنج او رولينج للبوستيريرلي انتو ذا فارينكس. كيف هذا بصير؟ عن طريق التونج. احنا لما نيجي بدنا نبلع اذا بتلاحظوا التونج بصير يرتفع، بصير له movement upward و backward مشان يعمل pushing للفود بولس against palate. palate اللي هي زي ما شايفينها هون ال hard palate وال soft palate، الفود بولس بصير له pushing against them مشان بعديها يصير في عنا تبدأ ال pharyngeal phase of swallowing. So ال voluntary stage of swallowing اول اشي بتصير اللي هي لما انه الفود صار عنا ready for swallowing، بطلع التونج بحركه upward و backwards، upwards and backwards against the palate، بخلي الفود يوصل لهناك مشان بعديها تبدأ عندي الفرنجيال stage. هلأ اول ما وصل لعند البالت بصير في عنا لما يوصل ال posterior mouth والpharynx بيعمل stimulation للepithelial swallowing receptor areas. هاي المنطقة تاعت البالت في عنا هذا الرينج بيكون مليان مليان receptors، بس اهم اشي اكتر اشي بيساعد بالswallowing اللي هم ايش؟ خاصة بالtonsillar pillars. ايش هم التونسيلر pillars؟ اللي هي هم عبارة عن mucosal folds اللي هم بس اسماء تانية لا الانتيريور تونسيلر بيلر اللي هو بليتو جلوسال فولد اللي هو هذا البليتو جلوسال فولد، والثاني اللي هو البوستيريور تونسيلر بيلر اللي هو بليتو فرنجيال فولد.
يعني هذول التنين هم عبارة عن ميوكوس ممبرينز، هذول التنين فيهم كتير ريسبتورز التاكتل ستيميليشن. ايش يعني تاكتل ستيميليشن؟ اللي هي انه بصير تحفيز عن طريق اللمس، يعني اول ما يرمي التونج الفود للباليت بصير في عنا صار يعني indirect touch مع التونسلر فيلرز، هذول بيعملوا ستيميليشن ل الريسبتورز اللي جواتهم، والريسبتورز بيطلعوا ال افرنت فايبرز للبرين ستيم. هلا الفايبرز هذول رح نحكيهم كمان شوي، بس انه لازم تعرفوا انهم السنسوري فايبرز اللي هم الفيفث والناينث نيرفز، اللي هي الترايجيمينال والجلوسوفرنجيال نيرفز، هذول بيروحوا على الميدلا اوبلونجاتا. هلا لما يروحوا عليهم بيرجعوا مرة تانية عن طريق، يعني احنا في عنا سنسوري في عنا موتور ريسبتورز، في عنا السنسوري راحوا عن طريق الفيفث والناينث، بعديها بصير في عنا الموتور نيرفز عن طريق الفيفث والناينث والتنث والتويلث، اللي هم الترايجيمينال والجلوسوفرنجيال والفيجاس والهايبوجلوسال. هذول كلياتهم بيعملوا موتور انرفيشن مشان نحرك الفود بولس. هلا لما صار في عندي الموتور ستيميوليشن ايش صار؟ اول شيء طبعا حكيناها هاي، انه الفود بالفرنكس بيعمل لي تاكتل ستيميوليشن اللي هي تحفيز عن طريق اللمس، انه لما يوصل الفود للتونسيلر بيلرز بصير في عنا التحفيز هذا للريسبتورز، بيروح عن طريق الفيفث والناينث، بعدها بيرجع عن طريق الفيفث والناينث والتنث والتويلث. هلا ايش هي changes اللي راح تصير مشان تخلي في يصير في عندي الفرنجيال stage of swallowing؟ هلا هاي مهمة تركزوا فيها كتير. اول اشي هلا لما يصير في عنا swallowing reflex بده يصير في عنا خمس اشياء. اول وحدة اللي هي انه soft palate بصير له pulling upward مشان يعمل closure لل posterior nares مشان يمنع reflux of food into the nasal cavities. هذا هنا السوفت باليت، هذا السوفت باليت هون. هلا اول ما صار في عنا سوالوينج ريفلكس صار في اول سوالوينج ريفلكس صار في عنا السوفت باليت صار يطلع لفوق زي هون، سوفت باليت بلوكس النيزل كافيتي، طلع لفوق pulled upward to close the posterior nares اللي هي من الاوروفارينكس مشان يمنع الريفلوكس اوف فود انتو ذا نيزل كافيتيز، انه يمنع الفود يوصل للنيزل كافيتيز. هاي اول اشي. ثاني اشي اللي هم الباليتو فرنجيال فولدز. الباليتو فرنجيال فولدز اللي حكيت لكم اياهم قبل شوي، اللي هم البوستيرير تونسيلر فيلرز، اللي هم هذول التنين بوستيرير تونسيلر فيلرز، هذول التنين بحالة الريلاكسيشن. هلا لما يوصل الفود بولس بصيروا التنين they approximate to each other، يعني بدل ما هون بصيروا هون وبدل ما هون بصيروا هون مشان يقللوا هذا ال entry. يعني الباليتوفرنجيال folds are pulled together، هلا pulled medially مشان يقربوا على بعض. هذا بيعمل لي ايش؟ هذا بسميه sagittal slit. sagittal slit هذا انه بس يصير في عندي الانتري هذا يكون اقل او اصغر من هذا الانتري بحالة الريلاكسيشن. هلا منه بيروح الاكل للبوستيرير فارينكس. هلا ليش هذا بعمله؟ هذا مش هذا الشغل مشان تعمل لي سيلكتيف اكشن. كيف؟ انه بس الاكل اللي صار له ماستيفيكيشن سفيشنتلي بقدر يمر، يعني معنى اخر مشان ما يخلي الاكل اللي لسه قطعته كبيره تنزل، بلاش يصير في choking. هلا هاي ال stage of swallowing lasts less than 1 second. هاي ال stage تاعت ال palatopharyngeal folds انهم يسكروا على بعض ويعملوا sagittal slit، هاي بس تقريبا less than 1 second. هاي تاني اشي. هلا تالت اشي اللي هي انه التراكيا. التراكيا بصير لها closure. ليش؟ لانه احنا بنعرف انه احنا ما بنقدر نتنفس وناكل بنفس الوقت، حتى ولو يعني حاولنا بيكون صعب. الـ respiration بيكون inhibited while eating. هلا كيف بنعرفها؟ بعرفها انه اول اشي بصير في عندي الـ vocal cords بصير لهم approximation، زي ما هو واضح بهاي الصورة الـ vocal cords بيسكروا على بعض، يعني ببطلوا بالحالة الـ relaxation بيسكروا تعون اللارينكس.
ثاني إشي إنه اللارينكس is pulled upward و anteriorly، يعني هي بتحاول تقرب على ال base of the tongue مشان تبعد عن ال upper esophageal sphincter مشان تسمح له مجال إنه يتوسع. كمان شوي رح فرجيكو ال upper esophageal sphincter. هلا ثاني إشي عن إنه كيف trachea is closed عن طريق ال epiglottis. ال ligaments هي اللي بتمنع ال upward movement of the epiglottis. زي ما شايفين هنا هاي عنا اياها اللي هي الإبيغلوتس. هلا اول ما صار في عنا البولوس اوف فود بده ينزل، الإبيغلوتس بتحاول بتنزل هيك زي ما هو واضح بهاي الصورة مشان تسكر الباسج اوف ذا لارينكس، بلوكس ذا باسج اوف ذا لارينكس. هلا ليش احنا ليش خلينا الإبيغلوتس تغطي اللارينكس، وليش ليش كمان خلينا انه الفوكال كوردز يصير لها approximation وانه larynx is pulled upward and anteriorly؟ كل هذا مشان اعمل prevention of the passage of food into the trachea، لانه لو ضلت فاتحة ممكن انه الفود ينزل للارينكس وهاي طبعا تعمل مشاكل انه بصير في عنا food باللونكس. هلا ال destruction لل vocal cords أو حتى للمسلز اللي بيعملوا على إنهم يعملهم approximation اللي هم neck muscles ممكن تعمل strangulation اللي هي إنه الخنق زي ما حكيت قبل شوي، لأنه ال vocal cords ما سكروا فما سكرت كمان ال epiglottis فالفود بده ينزل لل larynx وهذا راح يعمل sensation of strangulation وبطل الواحد يقدر يتنفس. هلا رابع اشي بصير اللي هي relaxation of the upper esophageal sphincter زي ما هو عنا بهاي الصورة. once the larynx is raised the upper esophageal sphincter relaxes. ليش؟ لانه احنا في عنا هاي larynx هون larynx، هاي larynx لما الواحد يكون بياكل وصار في عنده الفود بولس وصل لهون، larynx بتمشي لهذا الطريق anteriorly و upwards مشان تبعد وتخلي في مجال لل upper esophageal sphincter اللي هو بيكون هون، اللي هو ال upper esophageal sphincter lower most part of the inferior constrictor. هذا بالعادة بيكون مسكر. ليش؟ لانه احنا لما نتنفس ما في داعي ندخل الهواء للستمك، فبالعادة هذا السفنكتر بيكون مسكر، يعني ما بيخلي مجرى الهواء يدخل لل GI tract. هلا لما الفود بولس يوصل لهون اللارينكس حكينا راح تسكر عن طريق الابيغلوتس، وانه الفوكال كوردز راح يعملوا ابروكسيميشن تو ايتش اذر. هاي الخطوه راح تخلي انه الابر اسوفاجيال سفنكتر يفتتح فمشان ينزل الفود بولس بهذا الطريق مش بهذا الطريق. مشان هيك حكينا انه السوفت باليت اول اشي بيصير في عنا raises upwards مشان يمنع الفود بولس انه يوصل للنيزل كافيتي، وكمان انه الابيغلوتس بندز مشان تسكر تعمل كفرنج على اللارينكس، وكمان الفوكال كوردز بيسكروا مشان يسكروا اللارينكس وما يسمحوا للفود بولس يوصل لها وينزل للتريكيا. بالعكس بدنا اياه يفتح على الاسوفاجس. وهي في عنا هنا صورة اوضح للموضوع. في عنا اول اشي التونج زي ما شايفين is raised upward و backwards مشان يخلي البولس of food يوصل للposterior pharynx. لما وصل لهناك طلع soft palate upwards مشان يمنع الفود بولس يوصل للنيزل كافيتي. ثاني اشي انه الابيغلوتس زي ما شايفين هنا بالاول كانت عادي كانت فاتحة، اما بعديها الابيغلوتس التفت على اللارينكس وعملت كفرينج مشان ما تسمح للفود بولس انه يوصل للتريكيا. هلا هنا هاي اللارينكس لما تيجي تتحرك انتيريرلي وابوردز هي بتخلي الانتيرير اسوفاجيال سفنكتر اللي هنا واضح انه هنا اقل، هذا الابر اسوفاجيال سفنكتر بتخليه يفتح مشان يخلي الفود بولس ينزل عبر الاسوفاجس. هلا اخر اشي بصير عندي اللي هي peristaltic contraction of the pharynx، يعني بعد ما يصير كل هاي المسلز يصير لهم اللي حكينا عنه، بعد ما يصير هيك بصير في عندي peristaltic wave بالpharyngeal muscles. كيف يعني؟ انه بصير في عنا constriction above the bolus والrelaxation below اللي هي زي ما حكينا peristaltic movement اللي اخذناها من قبل. هلا الانتاير muscular wall of the pharynx بصير له contraction
بس ببدأ أول إشي بالسوبيريور بارت، بعديها بعمل سبريدنج داونوردز للميدل والإنفيريور فرنجيال أرياز. هلا لما يصير في عنا constriction of all three pharyngeal muscles، الفود بولس بدخل الأبر بارت of the esophagus عن طريق حركة البريستالسيس. هلا الانتاير بروسيس هاي بدها مش من أق يعني مش أقل من ثانيتين، لأكتر إشي ممكن توصل 6 ثواني. هلا نعيدها بسرعة. أول إشي إنه بصير في عنا tracheae is closed، بعديها الإسوفاجس is opened. هلا هاي العملية بتخلي في عندي منطقتين، منطقة فيها الضغط عالي ومنطقة فيها الضغط منخفض. المنطقة اللي فيها الضغط عالي اللي هي بتكون الفرنكس، الفرنكس لأنه صار فيها البولس of food، ولأنه إحنا سكرنا كل المخارج الثانية، طبعا سكرنا كل المخارج الثانية ما عدا الإسوفاجس. المنطقة اللي فيها الضغط أقل اللي هي الإسوفاجس، وإحنا بنعرف إنه الفود بولس رح يمشي من المنطقة اللي فيها ضغط أكتر للمنطقة اللي فيها ضغط أقل، يعني معنى آخر رح يمشي من الفارينكس للأبر إسوفاجس. ليش الإسوفاجس في عنده لو يعني البريشر يضله جواته لو؟ لأنه بالفيرست بارت أوف ذا إسوفاجس في عنا certain density of muscles، هدول هم اللي بيخلوا البريشر انسايد لو، مشان الكونتنتس راح دايما انه يصير لها دروبينج داون بالفيرست بارت اوف ذا اسوفاجس، يعني ما تلاقي مكان قدامها غير الابر اسوفاجس مشان تروح عليه، يعني ما تروح على تريكي او اي مكان تاني، بس تروح على الاسوفاجس الابر اسوفاجس. هلا شو هو النيرفس كنترول اوف سوالوينج؟ حكينا عنه قبل شوي بشكل مبسط. اول اشي لازم نعرف انه في عنا سوالوينج سنتر موجود بالمدلة اوبلانجاتا، هذا بوصله السنسوري انبوت من الفارينكس والاسوفاجس عن طريق الفايف عن طريق الفيفث والناينث نيرفز كرانيال نيرفز اللي هم ترايجيمينال والباليتو جلوسا او جلوسو فارينجيال اسف. هذول بيطلعوا السنسوري فايبرز للميدلا اوبلونجاتا اللي هي فيها سوالوينج سنتر. هلا هذا كوردينيتد اكتيفيتي عن طريق الفيجال نيوكلياي. الفيجال نيوكلياي اهم شيء لازم نعرف انهم ايش بيعملوا، بيعملوا inhibition للrespiratory center while eating مشان يمنعوا choking. هلا الموتور نيرفز بعد ما وصلنا السنسوري انبوت للسوالوينج سنتر، حكينا ايش هم الموتور نيرفز اللي هم الفيفث والناينث والتنث والتويلث اللي هم الترايجيمينال والجلوسوفارنجيال والفيجاس والهايبوجلوسال. بسرعة نعيدها. الفرنجيال فيز انه بيكون في عنا الفود بالفرنكس، بصير في عنا تاكتل ستيميوليشن، هذا ستيميوليشن بيعمل افرنت سنسوري انبوت عن طريق الجلوسوفارنجيال نيرف اللي هو التاسع، بس انا مش عارفة ليش الدكتور حاط الفيجاس لانه السنسوري بصير عن طريق الخامس والتاسع، هذا الفيجاس اللي هو العاشر. بعديها بصير في عنا بيروح على السوالوينج سنتر، من السوالوينج سنتر البرين ستيم نيوكلياي بيعمل كوردينيتينج وبيعملوا الموتور ريفلكسز اللي هي بصير في عنا الافرنت انبوت للفرنكس، وبصير في عنا الست نقاط اللي حكيناهم قبل شوية مشان ما يخلي الفود بولس يوصل لأي مكان تاني غير الاسوفاجس. طيب هلا ثالث ستيج اللي هي الاسوفاجيال ستيج اوف سوالوينج، خلصنا من الفارينكس وصار في عنا الفارينجيال سوالوينج، هلا بده يكون وصل للاسوفاجس. هلا الاسوفاجس اول اشي احنا حكينا انه بالفارينجيال كونستريكشن او اسفه حكينا بالفارينجيال ستيج اوف سوالوينج صار في عنا بيريستالتيك كونتراكشنز، هذول تاعون الفارينكس بيوصلوا للاسوفاجس، فصار في عندي نوعين من البيريستالسيس موفمنتس بالاسوفاجس، في عندي برايمري وفي عندي سيكندري. هلا ايش الفرق ما بين البرايمري وايش الفرق ما بين السيكندري؟ اول اشي لازم نعرفه انه البرايمري هو اصلا عبارة عن continuation للفرنجيال بيريستالسيس اللي صاروا بالاول بالفرنكس وضلوا ماشيين لحد ما وصلوا للاسوفاجس. هاي بالعادة بتخلي كل الفود ينزل عبر الاسوفاجس مشان يوصل للستومك، بس بعديها مرات في عنا بصير في secondary peristalsis. هذا ايش يعني؟ هذا اللي هي انه اذا كان في عنا food leftovers لزقوا بالاسوفاجس وما صار لهم clearing، يعني البولس ما صار له clearing كامل من الاسوفاجس، بصير في عنا الاسوفاجس نفسه من حاله بعمل peristaltic waves مشان ينزلوا هدول leftovers. طيب هاي اول فرق.
تاني فرق انه ال secondary peristalsis is induced by distension. اكيد لما يكون في عنا اكل معلق بالاسوفاجس راح يعمل distension، راح يعمل stretch، في عنا stretch receptors، هدول هم اللي بيعملوا عملية ال distension للاسوفاجس، ومنها بصير في عنا عملية ال peristalsis. هلا في عنا شغلة هون لازم نعرفها، انه ال upper esophagus اللي هو في عنا يا ال upper one third، هذا عبارة عن striated muscle. striated يعني هي عبارة عن skeletal muscles، يعني هي بتكون voluntary. اما ال second third هو هون مش كاتبينه بس الدكتور ذاكره، اللي هي انه ال second third هو عبارة عن mix ما بين ال smooth وما بين ال skeletal muscles. هلا بهاي الحالة ممكن يكون عندي a certain degree of controlling، بس بالنسبة لل last third اللي هو بيكون بالقريب من ال stomach، هذا بيكون كلياته عبارة عن smooth muscles، فهذا أكيد بده يكون uncontrollable. نعيد كمان مرة، في عنا primary peristalsis وفي عنا secondary peristalsis. ال primary اللي هو continuation لل pharyngeal peristalsis اللي صار بالpharynx بالأول، ضله ماشي عبر الاسوفاجس، والسكندري اللي هو بصير لما يكون في عندي ليفت اوفرز، والليفت اوفرز ما علقوا بالاسوفاجس فصار في عندي ديستنشن، فصار عندي السكندري بيرستالسس مشان يخلي البولس يصير له كليرنج كامل من الاسوفاجس وينزل للستمك. هلا هاي بشكل عام. هلا بدنا نحكي بشكل اخص عن الفروقات ما بينهم. اول اشي حكينا انه هي البرايمري عبارة عن continuation للفرنجيال peristalsis، بس كيف coordinated؟ عن طريق ايش؟ عن طريق ال swallowing center. هلا احنا حكينا انه الفرنكس لما يصير لها peristalsis هي اصلا بصير في عنا innervations، ال innervations اللي بالباليت هم بيروحوا من الفيفث والناينث trigeminal والكلوسو فرنجيال، بيروحوا وبرجعوا عنا موتور نيورونز اللي هم الناينث والفيفث والتنث والتويلث، هدول كلياته عن طريق ال swallowing center. هلا بما انهم هم continuation معناته هم كمان coordinated by the swallowing center، يعني فهمتوا الفكرة انه الفرنجيال peristalsis هو نفسه بيضله ماشي عبر الاسوفاجيال عبر الاسوفاجس. هلا في عنا كمان شغله انه البرايمري بيرستاسس هو بيحتاج ديستنشن وبيحتاج ستريتش ريسبتورز وسنسور نيورونز وموتور نيورونز، ممكن كمان مرات يحتاج انتر نيورونز، واكيد 100% لازم يحتاج هو الافكتر نيورونز مشان يعمل البيرستاسس جوا الاسوفاجس. يعني البرايمري بيرستاسس هو من السوالوينج ريفلكس. طيب هو هاي العملية تاعت ال primary peristalsis takes about يعني 8 ل 10 ثواني. هي بتبدأ بال upper part of the esophagus. حكينا بال upper part، ال upper third ال muscles بيكونوا skeletal، يعني they can't contract unless they are stimulated. طب عن طريق ايش بصير لهم stimulation؟ عن طريق ال vagus nerve. هلأ في شغلة لازم نعرفها عن ال vagus nerve، انه هو بيعمل innervation لكامل ال esophagus. ال primary peristalsis وال secondary peristalsis كمان التنين بيعتمدوا على ال vagus nerve، بس بالنسبة لل secondary peristalsis هو ما بيعتمد عليه بشكل أساسي، أما ال primary هو بشكل أساسي بيعتمد على ال vagus nerve. هلا ال secondary peristalsis ليش ما بيعتمد عليه بشكل أساسي؟ لأنه في عنده ال enteric nervous system و stretch receptors وكمان ال swallowing center، هدول كلياتهم بيشتغلوا على ال secondary peristalsis. يعني عنده أكتر من الفيغاس نيرف بس إنه يتحكم فيه ويعمله coordination. هلا لأنه هيك هو بيقدر يصير ال secondary peristalsis، مثلا لو انقطع الفيغاس نيرف لسه ال secondary peristalsis بضله يعني it still occurs، أما بالنسبة لل primary peristalsis ما بيقدر يضله يشتغل لأنه هو بيعتمد على الفيغاس نيرف بشكل أساسي. يعني معنى آخر ال secondary peristaltic waves بيقدروا يصيروا حتى without support من ال vagal reflexes. هلأ مشان هيك لما يكون في المريض عنده شلل بالدماغ، حتى لو أعطوه الأكل عن طريق أنبوب بوصل الأسوفاجس، فالأسوفاجس يعني still passes الفود، يعني still passes readily into the stomach عن طريق الأسوفاجس، لأنه ال secondary peristalsis مش بحاجة ال vagus nerve، هو بحاجة أكتر إشي الانتريك نيرفس سيستم وستريتش ريسبتورز، وبشكل اقل للسوالوينج سنتر اللي هي الفيغاس نيرف. وكمان يعني اكيد احنا بنعرف انه السكندري بيرستالسس هذا بصير باللور بارت
of the esophagus اللي هي lower two thirds. حكينا ال second third هو عبارة عن mix ما بين the skeletal وال smooth muscle، وال third third اللي هو ال last third هذا عبارة عن completely smooth muscles، فهو بالتالي أكيد بده يكون uncontrollable. هلأ إحنا أخذنا بالأناتومي تاع الأسفاجس إنه في عنا upper و lower esophageal sphincters. هلأ بدنا نحكي عن البيربس تاع كل واحد، بس أهم إشي لازم نعرفه إنه أي سفنكتر لما يكون مسكر معناته هو بده يكون بهاي بريشر ستيت، لأنه بيكون ضاغط على حاله مشان يسكر هذا المجرى. هلأ زي ما هو واضح إنه هون هذا الأبر إسوفاجيال سفنكتر كلوزد، وفي عنا اللور إسوفاجيال سفنكتر إز أوسو كلوزد. هلأ الأبر اللي هو ما بين الفرنكس وما بين الإسوفاجس، الفرنكس فوقيها. الأبر إيش وظيفته؟ وظيفته إنه يمنع الإير إنه يفوت للإسوفاجس، لأنه الإسوفاجس هو بس مجرى للأكل. هلا احنا بنعرف انه البريشر جوا الاسوفاجس يساوي الثراسك بريشر، لانه اصلا الاسوفاجس موجود بالثراسك كافيتي. هلا الثراسك بريشر احنا بنعرف اخذنا زمان انه هو اقل من الاتموسفيريك بريشر، فبالتالي الهواء بده يمشي من الضغط الاعلى للضغط الاقل، صح؟ هلا بما انه هيك معناته اذا خليت الاسوفاجس يضل فاتح رح يصير الهواء يدخل لجواته وبعديها يدخل للجي اي تراكت، واحنا ما بدنا هاي الشغله. مشان هيك في عنا الابر اسوفاجيال سفنكتر اللي بيمنع الهواء يدخل للاسوفاجس، لانه احنا بنعرف زي ما حكينا قبل شوي الابر اسوفاجيال سفنكتر ما بيفتح غير لما يكون الفود بولس بده يوصل ل من الاوروفارينكس بنزل للاسوفاجس. هاي بالنسبة للأبر إسوفاجير سفنكتر. هلأ إيش وظيفة اللور إسوفاجير سفنكتر؟ وظيفته إنه هو بيمنع الأسد ريفلوكس إنتو ذي إسوفاجس، لأنه هو نقطة الوصل ما بين الإسوفاجس وما بين الستمك. هلأ لو ضله فاتح أكيد رح يصير في عنده أسد جاستريك ريفلوكس، الأسيدي تاعت الستمك بتطلع للإسوفاجس، وهاي طبعا بتعمل ديزيز. هلأ نحكي عن terms of esophageal pressures. أول إشي لما ما يكون في عنا swallowing، تاني إشي لما يكون في عنا swallowing. between swallows يعني لما ما يكون في عنا swallowing. حكينا بحالة non swallowing بيكونوا عنا sphincters مسكرين، مشان هيك بيكون في عنا high pressure. هاي بالحالة الطبيعية قبل يعني بدون أكل. هلأ حكينا كمان إنه الإسوفاجس هو موجود بالثراسك كافيتي، لأنه موجود فيها معناته بده يكون البريشر عليه يساوي الانتراكرولر بريشر اللي هو بيكون أقل من الاتموسفيريك بريشر. هلأ خلال السولوينج إيش بصير؟ هلأ حكينا أول إشي بنهاية الفرنجيال stage of swallowing في عنا الأبر إسوفاجيال سفنكتر ريلاكسز، مشان يخلي الفود بولس يوصل للإسوفاجس. يعني لما يصير له ريلاكسيشن بصير عنده لو بريشر. هلا ليش الريلاكسيشن؟ حكيناها انه لانه اللارينكس هي بتكون قدامه بتكون حاشرة عليه، بس لما يصير في عنا الفود بولس يقرب بتصير اللارينكس تمشي upwards and anteriorly، وهذا بيخلي في وسع على الابر اسوفاجر سفنكتر انه يفتح مشان يخلي الفود بولس ينزل. هلا اول اشي بصير في عنا لو بريشر انيشيالي، بيكون في لو بريشر. هلا لما فات ال فود بولس للإسوفاجس بده يرد يسكر الأبر إسوفاجيال سفنكتر. لما يرد يسكر معناته زاد عندي البريشر جوا هاي المنطقة بالأبر إسوفاجيال سفنكتر. هلا لما زاد هو بده هاي الزيادة بالبريشر بدها تكون بتمنع إنه الفود يرجع للفارينكس. طيب هلا بنزل الفود بولس عن طريق الإسوفاجس، ضلوا نازل فيه، وبصير في عنا البريستالتيك ويفز اللي حكينا عنهم البرايمري والسكندري، وهدول بيعملوا لي هاي بريشر. بس الابر اسوفاجيال سفنكتر لما يكون مسكر بيكون البريشر تاعه اكتر، مشان ما يقدر يخلي الفود بولس يرجع للفارينكس. هلا بضلوا نازل، لما ينزل صح عنا اللور اسوفاجيال سفنكتر بيكون كمان مسكر، بس احنا هون بدنا نفتحه مشان يخلي الفود بولس ينزل للستومك. هلا لما بدنا نخليه يفتح الفود بولس نفسه اللي موجود بالاسوفاجس بيعمل ستيميليشن للفيجال نيرف. الفيجال نيرف عنده انهبيتوري انبوت، بيروح على البرين بيطلع بيخلي البرين يطلع افكتور نيورونز. هذول الافكتور نيورونز بيعملوا لي لوكال سكريشن اوف في اي بي. VIP اللي هو local transmitter هذا موجود بالإسوفاجس، بيروح على الأبر بيروح على اللور إسوفاجير سفنكتر والفوندس of the stomach، بيعمل لهم relaxation مشان يفتحوا.
الفي اي بي اللي هو الفيزو اكتيف انتستينال بيبتايد. هلا لما فتحوه معناته صار في عندي لو بريشر، فبالتالي الفود بولس بمشي من الهاي بريشر لللو بريشر جوا الستمك. هاي القصه كلياتها ايش بسميها؟ ريسبتيف ريلاكسيشن. يعني معنى اخر ريسبتيف ريلاكسيشن اللي هي انه يصير في عندنا اللور اسوفاجيال والفندس اوف ذا ستومك يصير لهم ريلاكسيشن مشان يقدر الفود بولس ينزل. هلا في كمان شغله انه مش بس الفي اي بي هو اللي بيطلع، في عندنا كمان بيطلع النيتريك اوكسيد لانه هو عنده فيزو اكتيف ايفكت. هلا اخر شغله لازم نعرفها عن هذا الموضوع اللي هي انه لما نقلل البريشر باللور بارت اوف ذا اسوفاجس، اللي هي لما يعني نعمل ريلاكسيشن لللور اسوفاجيال سفنكتر، لما افتحه راح يصير في عندي تو probabilities. اول واحده انه البيريستالتيك ويف اللي هي من الفود بولس بيكون عندها هاي بريشر اكثر من الاستومك، فبالتالي بده يمشي الفود بولس من الاسوفاجس للاستومك اللي هي هاي العمليه الطبيعيه. ثاني اشي اللي هي ممكن تصير vomiting. الفوميتنج بصير لما البريشر جوا الاستومك بيكون اعلى من البريشر جوا الاسوفاجس، فالفود بنتقل من المنطقة اللي البريشر تاعها اعلى للمنطقة اللي البريشر تاعها اقل، يعني من الاستومك للاسوفاجس. هاي هي عملية الفوميتنج. هلا نفس الاشي حكينا عن الابر اسوفاجير سفنكتر، لما يصير له ريلاكسيشن معناته احنا بنعمل سولوينج. إذا كان في عنده هاي بريشر معناته هو ما بيخلي الاير كومز تو كوم ان لأنه بيكون مسكر. كمان بالنسبة للور اسوفاجيال سفنكتر هو بيقلل البريشر مشان يقدر يخلي الفود بولس يوصل للاستومك من الاسوفاجس.